أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن العراق ما زال تحت سطوة النفوذ الأمريكي المذل والتغول الإيراني الذي يجاهر أصحابه بكل وقاحة بأن العراق أصبح من الولايات التابعة له وأنه خط الدفاع الأول عن إيران. وأكدت الهيئة بمناسبة الذكرى 18 للغزو الأمريكي أن مقاصد الغزو الأمريكي البريطاني قد افتضحت في محاولة محو العراق ونهب ثرواته ونشر الفوضى العاربة في المنطقة، وهو وصمة عار أخرى تضاف إلى تاريخ أمريكا وبريطانيا الأسود في استهداف الأمم والحضارات على حد تعبير البيان. بيان الهيئة: الغزو الأمريكي في ذكراه 18 والثمن الذي دفعه شعب العراق ومحاولة الميليشيات تزييف التاريخ القريب وسرقة إرث مقاومة العراق الوطنية الحق، هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف حول الغزو الأمريكي العراق إلى أكثر الدول خطورة في العالم ومرتعا للقوى والميليشيات الإرهابية لتمارس التغييب والقتل والتهجير يوميا؟ وأي إرث اجتماعي ونفسي وعقلي ثقيل تركه الاحتلال الأمريكي في العراق على مدار 18 سنة الفائتة؟ وما هو الثمن الباهظ الذي دفعه العراق من جراء تثبيط قطاع عريض من شعبه عن مقاومة هذا الغزو بالفتاوى الدينية المسيسة؟ وكيف ساهم استدعاء النزعة الطائفية وتوظيفها في الصراع مع الغزو ومشروعه السياسي؟ وهل نجحت الميليشيات الطائفية التي كانت وما زالت رديفا للاحتلال في تزييف التاريخ وسرقة إرث المقاومة الوطنية العراقية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي ثامر العلواني. ماذا لو توحد العراقيون جميعا في بداية الغزو الأمريكي لمواجهته في حينها؟ سؤال تجيب عنه حسرة وندم كل عراقي رأى حال البلاد الآن بعد 18 عاما من الغزو. فاتورة المقاومة الشاملة مهما بلغت ستكون أخف من فاتورة الحال التي يدفعها العراقيون من اقتصاد منهار ودولة مفككة وحقوق ضائعة وأمان مفقود. عودة للبدايات تسلط الضوء على بصيص أمل بوحدة المقاومة، لكن قتلته فتاوى تثبيط الهمم المسيسة عندما أشعلت المقاومة العراقية الكفاح المسلح في غرب العراق. هب أبناء الجنوب يعترضون الأرتال الأمريكية ويعيقون تحركها، فكادت أن تكون صورة عن ثورة 20 الوطنية. لم ترق وحدة المصير هذه لسماسرة الاحتلال والمستفيدين منه وخصوصا إيران، فبدأت باللعب على الوتر الطائفي وبثت سمومها عن طريق فتاوى سياسية حرمت مقاومة الاحتلال الأمريكي وروجت دعاية الإرهاب المحببة لدى أمريكا. فتمكنت حينها قوات الاحتلال من الانفراد بفصائل المقاومة وركزت ضرباتها عليها ونجحت في تنحية جبهة عريضة من العراقيين عن المقاومة. أقل النتائج لو توحد العراقيون ضد الغزو أن يمنعوا مخطط التفكيك الممنهج للدولة العراقية، ولما تركوا الفرصة لظهور الميليشيات وتسلط الأحزاب الفاسدة على رقاب الشعب العراقي. ولم يكتفي سماسرة الاحتلال بذلك، بل لجأوا إلى تزييف تاريخ المقاومة وسرقته أيضاً، فسموا الميليشيات التي اشتركت مع الاحتلال في الجرائم مقاومة، ووصموا المقاومين الحقيقيين بالإرهاب. لكن التاريخ مهما حاول الآخرون تزويره يبقي الحقائق محفوظة في ذاكرة الشعوب التي تميز جيداً بين من دافع عنها ومن تآمر عليها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الغزو الأمريكي في ذكراه 18 في العراق والثمن الذي دفعه الشعب العراقي ومحاولة الميليشيات الطائفية تزييف التاريخ القريب والسطو على إرث المقاومة الوطنية التي قاومت هذا الغزو. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كلهم عبر سكايب. مرحبا بهم جميعا. أهلا ومرحبا. حياك الله. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي،
دكتور، الآن نحن نعيش الأجواء الذكرى 18 للغزو الأمريكي البريطاني في هذه الأيام. هذا الغزو كيف حول العراق خلال 18 سنة الماضية إلى واحد من أكثر البلدان خطورة في العالم بسبب الميليشيات وقوى الإرهاب وهذه الفوضى العارمة التي تعصف بالبلد، والتغييب والقتل والتهجير وما إلى ذلك؟ هذا الغزو الذي قيل عندما حدث أنه جاء لإسقاط الدكتاتورية والتأسيس لحياة سياسية ديمقراطية في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد. عندما بدأ الاحتلال عام 2003 كان أغلب أهل العراق تحت تأثير شيء ما بين يعني تحت تأثير ما سمي بالصدمة والترويع، يعني حتى كانت الدهشة تعقد لسان الكثير من العراقيين، كانوا يرون المشهد بغير العيون التي وجدوا حقيقتها عليه بعد ذلك بأيام، عندما يعني استقرت نفوسهم واستقرت عقولهم ووضحت الرؤية. الآن بعد 18 سنة اللي حضرتك تحدث، لو أنا أدعو كل العراقيين أن يراجعوا رؤية الأفلام التي عرضت، المشاهد التي عرضت لاحتلال العراق والاحتلال بغداد في 9 نيسان، أو حتى دخول الجيوش الأمريكية إلى العراق قبل ذلك وتصويرها، يعني هذه المشاهد الهوليودية التي عرضت الآن، يعني هي الكثير من الناس شاهدوها على حقيقتها بعد ذلك بأيام، لكن البعض الآن أدعوهم بعد 18 سنة أن يراجعوا هذه الصور، سيجدون مشاهد تمثيلية واضحة، مشاهد صنعت بعناية وباستوديوهات هوليود بكاميرات أمريكية، كان الغرض منها الحقيقة جزء منها، يعني جزء من تصميمها الذي صمم قبل الاحتلال، يعني صورتين يجب أن لا تظهر في المشهد العراقي في ذلك الوقت. الصورة الأولى هي أن يظهر أهل العراق يستقبلون الجيش الأمريكي بالورود، مثل ما قال والبوتيز نائب وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، وأحد صقور أو متطرفي القيادة الأمريكية، قيادة الرئيس الأمريكي بوش، قالوا أن العراقيين سيستقبلون بالزهور. هذه الصورة الأولى التي كانوا يريدون أن تطبق وقالوا عليها، وأرادوا أن يخدعوا العراقيين بها ويخدعوا العالم بها. الصورة الثانية، أرادوا أن تظهر بغداد، تسقط بغداد بسهولة وبسر وبدون مقاومة، وقد أظهروا ذلك بأفلامهم. لكن واقع الحال، هذه الصورة التي ظهرت، لكن واقع الحال هذه الصورة الصغيرة المصغرة التي أرادوا أن يعرضوها، لكن حول هذه الصورة كانت النيران مشتعلة، وكانت المقاومة قد بدأت فعلا وأسقطت هذه الصورتين. هذه ظهور المقاومة بسرعة، يعني ونحن نتحدث عن الذكرى 18، لابد أن نستذكر بداية المقاومة. سنتحدث عن المقاومة ومحاولة سرقتها. نعم نعم نعم، لكن هذه الصورتين يجب أن يعني أن نتحدث عنها للدخول إلى ما حضرتك أردت الإجابة عليه. نعم. الصورتين اللي أسقطتها المقاومة في هذه، إنه بغداد لم تسقط بدون مقاومة، وأن العراقي أهل العراق لم يستقبلوا الجيش الأمريكي بالورود والهلاهل والزغاريت مثل ما قالوا، استقبلوهم بالرصاص، فسقطت الصورتين. كل القوى المتحالفة مع الاحتلال وهي أحزاب ما سمي بالمعارضة وقوى ما سمي بالمعارضة في السابق والتي جاءت تحت مظلة الاحتلال وبرعاية الاحتلال، وجدت أن هذه الصورتين صعبة عليها والأمريكان يضغطون عليهم، فلابد من تشويه هذه الصورة، فبدأ الحديث عن تشويه هذه الصورة، لأن المخطط الأمريكي، البرنامج الأمريكي، مشروع الاحتلال يريد أن يدمر العراق. يعني لم تأتي الجيوش الأمريكية وعبرة المحيط الأطلسي وبهذه الأعداد، مئات الآلاف من الجنود، من أجل عيون العراقيين، من أجل أسلحة دمار شامل طلعت كذبة، من أجل الديمقراطية والحرية مثل ما قالوا، هذه كذبة كبيرة، وظهرت خلال 18 سنة الكذبة الكبيرة. المراد من ذلك أن يستهدفوا العراق وأهله، أن يستهدفوا قدرة العراق على النهوض، وجاءوا بالقوى التي تساعدهم أو ترعى هذا المشروع في العراق، هذه الأحزاب وهذه القوى وهذه الميليشيات. لذلك كل الصورة الآن يعني هذه المدخلات والمخرجات الآن بعد 18 سنة نجده دمار وخراب
وسرقات وفساد وذهاب إلى قعر الهاوية. هذا كل نتاج ليس أخطاء مثل ما البعض يتحدث أن الأمريكان ارتكبوا أخطاء، أن أمريكا مثل حتى الأمريكان يتحدثون ارتكبنا أخطاء من سمحنا إلى إيران تدخل. لا، لم يرتكبوا أخطاء، كانت كلها مقصودة، وكان لأن الغرض الأساسي، الهدف الأساسي من احتلال العراق هو تدمير العراق، هو إضعاف العراق، هو سلب كل مقومات قدرته على النهوض، وهذه هي النتيجة المطلوبة وهذا ما تحقق. لذلك مشروعهم نجح، لكن عوق هذا المشروع بالمقاومة العراقية، لذلك تحدثت عن المقاومة العراقية. نعم. وهذه التي استهدفت من قبل كل القوى التي جاءت للسلطة، ومنها هذه الميليشيات التي حضرتك ذكرت أنها تريد أن تسرق المقاومة تاريخها المجيد وتاريخها المشرف وتضحيات أهلها. نعم. نعم، أشكرك. دكتور قحطان الخفاجي، بعد 18 سنة وفي نقطة دعوة الدكتور رافع أنه دعوة للشعب العراقي لإعادة مشاهدة مشاهد الغزو الأولى في عام 2003 وفي تلك الأيام وما بعدها، خلال 18 سنة الآن تعتقد أن ثم تقييم آخر شعبي على الأقل كلي؟ كنا طبعا هناك جزء كان ربما قطاع لا بأس به من الشعب العراقي كان ربما اعتقد أن هناك فعلا عملية تأسيس لديمقراطية في العراق، بداية مرحلة سياسية جديدة على أعتاب أو أنقاض مرحلة، يعني مرحلة من الشمولية. تعتقد الآن ثمة التقييم نظرة مختلفة بشكل كامل بعد 18 سنة وهذا الحصاد المر من 2003 إلى 2021؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا الضيوف الأفاضل والقناة والمشاهدين. أهلا وسهلا. ونعزي أنفسنا والعراق بهذا المصاب الأليم، مصاب الاحتلال الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه من حالة الوفاة لها. بالتأكيد أخي العزيز، بعد 18 عام ويزيد تأكد للعالم أجمع العراق على وجه الخصوص والعراقيون بشكل تأكد لهم أجمعين أن الكذبة الكبرى التي مررت تكشفت كل أوراقها، والحمد لله والشكر أن الكذبة كذبها أو أفضحها رموزها الدوليين كبلير وبوش عندما قال كذبة، وعندما قال المصالح الشخصية التي هي حكمت الموضوع وليس هناك أي صحة لما ادعوا، ثم أن رموز العملية السياسية الذين جاءوا مع الاحتلال وغنوا ما غنوا بفم المليان أنهم كانوا على خلل وأن النظام السابق كان وطني، وحتى الذي منهم مذهبي وطائفي للنخاع قال لو كنت على هذا الوعي الذي أنا عليه لكنت وقفت إلى جانب بلدي ضد الأمريكان، لكن لا تساعة ندم لهؤلاء. ولكن المهم الذي يهمنا والذي يفرحنا أيضا أن الشعب العراقي استطاع أن يكشف هذه اللعبة ويوضح أوراقها ويوضح الذين امتطوها باسم الدين. أنا في رأيي أن أكبر مكسب للشعب العراقي ودل عليه أنه كشف التوظيف السلبي الخاطئ المر للدين الذي طالما توجه به أصحابه وكسبوا الآراء العامة من السذج. الآن الشعب العراقي اقتنع تماما أن جريمة احتلال العراق جريمة كبرى، وأن عملية الخلاص مما نتج عن الاحتلال هو السبيل لإنقاذ ذلك. دور التشرين تبنت مفهوم أساس وتغيير العملية السياسية التي أنتجها الاحتلال ويريد أن يعود إلى ما كان عليه سابقا. نحمد الله أن وعيا دكتور أشكرك. مشكلة عندنا الصوت الحقيقي يصلنا بشكل سيء ليس جيدا، يعني ممكن نطلب من الدكتور يطلب من الدكتور قحطان أن يغير مكانه أو يضبطون الصوت، وإن شاء الله راح نرجع له مرة ثانية. دكتور ثامر العلواني، في بيان هيئة علماء المسلمين بمناسبة الذكرى 18 لغزو العراق تحدث البيان عن إرث يعني ثقيل اجتماعي ونفسي وعقلي تركه الاحتلال للعراق خلال 18 سنة. بإيجاز هذا، لو عملنا جردة بهذا الإرث الثقيل، ما الذي يمكن أن يقال؟ تحية أخي الكريم لك ولضيفيك الكريمين. أخي الكريم، الاحتلال الأمريكي والإيراني طبعا، نعم، فيما بعد أصبح احتلال كامل للعراق،
أودى بالعراق إلى قعر الهاوية ونجح في تدمير العراق ليس بيده فقط، لأن الاحتلال حقيقة هزم في سنينه الأولى أمام المقاومة العراقية التي أوقعت في جنوده خسائر فادحة وكبيرة جدا، لكن نجح الاحتلال عن طريق الحكومات والأحزاب والميليشيات التي أنتجها بطريقة وأخرى، ومن خلال هذه الجهات وإثارتها للنعرات الطائفية وممارسة القتل والتغييب والاعتقال والسرقة ونشر الفساد في كل مؤسسات الدولة وتسييس القضاء، استطاعوا إنهاء كل مقومات الدولة في العراق، سواء كانت السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، ولذلك أصبح العراق من أخطر دول العالم. استطاعت الميليشيات الطائفية والإرهابية والأحزاب الطائفية في فترة من الفترات تفكيك اللحمة الاجتماعية العراقية، لأنهم متيقنون تماما أنهم لا يمكن أن يستمروا في السلطة، ولا يمكن إلا من خلال تشتيت المجتمع العراقي وزرع الفتنة في المجتمع. أما الآثار النفسية على الشعب العراقي فكارثية، لأن الحروب ودوافعها الطائفية استمرت على مدار 18 سنة الماضية. عندما يتربى الطفل وهو لا يعرف أين والده، عندما يغيب الابن عن والده وأمه ولا تعرف الأم والأب أين ابنهم، لأنه تغيب من قبل الميليشيات أو من بعض الأجهزة الحكومية بذرائع واعية، كيف يمكن لهذا الشخص أن تكون حالته النفسية مستقرة؟ الأم الأب لا يعلمون أين أبنائهم أين أحفادهم، وعندما يذهبون إلى القضاء أو الجهات المسؤولة إما أن لا يحصلوا على جواب، أو إنهم يمكن أن يطردوا، أو أنهم يمكن أن يستهدفوا مثل ما حصل للسيد جاسب عندما اغتالته الميليشيات بسبب أنه كان يبحث عن ولده المغيب الذي غيبته الميليشيات بسبب أنه كان يطالب بحقوقه المشروعة. المقابر الجماعية وحدها كفيلة بأن تسقط حكومات وأن تحاكم هذه الحكومات بجرائم حرب لو كان هناك حقا نظام سياسي محترم في العراق. إذن الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية كبيرة جدا في العراق، وهذا كله بسبب العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي والتي غذاها الإيرانيون. نعم الدكتور رافع الفلاحي، الحقيقة هناك من يتحدث عن أنه الثمن الباهظ الذي دفعه العراق بعد 18 سنة لهذا الغزو وللمشروع السياسي ما كان ليكون بهذه الضخامة، هذه الفاتورة الضخمة، لو أن الشعب كله انخرط في مقاومة الغزو ودفعه وهزمه منذ السنة الأولى أو السنتين الأولى. ما الذي حال فعلا دون أن تكون هناك يعني مقاومة عراقية جامعة كلية من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب؟ ما الذي حال فعلا، مع العلم كانت هناك الحقيقة بوادر لمقاومة هذا الغزو سواء في حقبة الدولة قبل سقوطها عام 2003 وما بعدها، يعني على الأقل في السنة الأولى وما جرى في الفلوجة في معركة الفلوجة الأولى، لماذا صار هناك نكوص عند قطاع من الشعب؟ أستاذ ماجد، مثل ما تحدثت في الإجابة الأولى حضرتك، كانت هناك العديد من الصور أراد الاحتلال الأمريكي أن تكون هي، وهي صور خادعة ومضللة وكاذبة وغير حقيقية، لكن أرادوا أن تكون هي السائدة في الساحة العراقية. فعندما ظهرت المقاومة كان لابد أن وأسقطت ما كانوا يريدونه، أسقطت ما كانوا يريدون أن يقال أن الشعب العراقي استقبلهم بالورود والزغاريد، وأن بغداد سلمت نفسها بدون مقاومة ورحبت بالاحتلال. هذه الصورتين عندما أسقطتها المقاومة كان لابد أن تتوجه الأنظار باتجاه آخر ويقلب الصفحة ليمارسوا تضليلا جديدا. لذلك كان الحديث في ذلك الوقت مباشرة، أرادوا القول وتشويه الصورة، صورة المقاومة، أرادوا القول أنه يعني دعني أقول هكذا، أنه أتباع المذهب السني بين 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 هلالين، نعم، هم الذين كانوا المستفيدين من النظام السابق، نعم، وهم يدافعون عن وجودهم وكيانهم، وبالتالي هم الذين يواجهون قوات الاحتلال التي جاءت لتحرير العراق من النظام السابق. وكأن الشيعة كانوا سعداء في ذلك الوقت،
وكانوا يعني في أشد الراحة بوجود المحتل الأمريكي. هذه الصورة التي أرادوا أن يدفعوا بها، والأحزاب التي جاءت معهم، هذه الأحزاب العميلة، حزب الدعوة، المجلس الأعلى وغيرها، وهذه الميليشيات وإيران، ساعدت على ترويج لهذه الفكرة. لذلك من البداية ظهرت هذا الفكر الطائفي، فكرة التشتيت لغرض تمزيق المجتمع العراقي وجعله يعني أشبه بواحات أو جزر متباعدة لكي يسهل مواجهته بهذه الطريقة. من هنا كان الشعب العراقي، والشعب العراقي مثل ما هو معروف شعب أبي، شعب معروف تاريخه في النضال والمقاومة، وثورة 20 تشهد، والثورات التي قبلها، وحياته كلها تشهد أنه هذا بلد شعب ليس شعبا من العبيد، الشعب العبيد الوحيدين اللي ما يقاومون، وشعب العراق شعب أبي وليس شعبا من عبيد، لذلك لابد أن يقاوم. فكلهم استعداد، كانوا شيعة وسنة وعربا وأكراد، والكل يعني مستعد لأن يقاوم، لكن هذه الأحزاب وهذه القوى المستعمرة دكتور على ذكر أرادت الصورة واضح. نعم. على ذكر هذه الأحزاب، الآن هذه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال، مع الاحتلال الأمريكي، وشاركت في تأسيس العملية السياسية أو كانت أركان رئيسية، الآن تتحدث أنها حركات مقاومة، وبدأت تسمي الغزو الأمريكي الذي كان يسمى بأنه تحرير، وتسعة نيسان كان يوما وطنيا وإنقاذ البلد وما إلى ذلك، بدأت الآن تسميه بالاحتلال، بالغزو الأمريكي، الآن غزو أمريكي، وتتحدث أيضا تفاخر بأنها هي من طردت هذا الغزو بالمقاومة المسلحة أو بالاتفاقيات. هذا جزء أستاذ ماجد من انتهازية براغماتية. يعني في بدايات الاحتلال مباشرة أصدرت فتاوى من علماء ومن مراجع كثيرة تدفع الناس إلى عدم المقاومة، لا تقاوموهم، لا تقاوموا، يعني قفوا معهم واستقبلوهم، وذولا يعني ضيوف كما قال موفق الربيعي. هذا واقع حال وهم اعترفوا به. نعم. قالوا جاءتنا، وحتى مقتدى الصدر قال الفتاوى كانت تأتي ليس للمقاومة لكن لعدم المقاومة. نعم. هذا واقع الحال. فبالتالي هذا من يدعون أنهم قاوموا الاحتلال كذبة كبيرة، وهذه تفضحكم. وكانوا يدعون وكانوا يقولون، وحتى أحزابهم وميليشياتهم كانوا يعني يلومون المقاومة العراقية الباسلة، أنه ليش تواجهون الجيش الاحتلال هذا الأمريكي بالسلاح، علينا أن نلجأ إلى السياسة والطرق الدبلوماسية والسياسية، لأنه هي الأساس، ولدينا سياسيين وعقول وقادرين، ونحن نستطيع أن نخرج الاحتلال بهذه الطريقة. الآن انقلبت الصورة، هذه البراغماتية وهذه الانتهازية. ليس هذا فحسب دكتور، بل اتهمت المقاومة وأهلها أنهم إرهابيون. إرهابيون نعم. نعم، هذا جزء من تشويه الصورة، أرادوا أن يعني أنتوا نعم. لا تقاوموهم، إذا قاوموهم أنتوا ترى إرهابيين، لأنه هذا البلد غير شكل، وإحنا عندنا سياسة وإحنا نقدر، وإحنا تفاهمات وذول جو لتحريرنا وكلام من هذا القبيل. لكن مع كل هذا التضليل، مع كل هذه الادعاءات، الشعب بدأ منسوب الوعي عنده يرتفع وتخلص من هاي الصدمة والترويع وهذه الدهشة، فوجد أن الواقع أسوأ بكثير مما كانوا يعني يصورون له. فبالتالي الشيعة والسنة هم الذين يدفعون الثمن، الشعب العراقي كله يدفع الثمن، وهذه الطغمة الباغية التي جاءت مع الاحتلال هي المستفيدة، وهي جزء من رعاة هذا المشروع الاحتلالي اللي الغاية منه تدمير العراق. فبالتالي لا يمكن القبول بهذا المشروع. من هنا بدأت والقيمة الأساسية والرقم الأصعب في كل المعادلة، حتى عام 2010 وحتى عام 2011 خروج الاحتلال الأمريكي الأول اللي خرج من الباب ودخل بين الشباك، هذا كله كانت المقاومة هي الرقم الأصعب. نعم. فلذلك الآن يريدون أن يتبنوا أو يزوروا التاريخ ويقولوا نحن كنا المقاومة، نحن الذين قاومنا، هذه كذبة كبيرة. الناس تعرف هم لم يقاوموا، هم وقفوا ضد المقاومة ويعني وضعوا أيديهم بيد الاحتلال ضد المقاومة، واستخدموا كل الأساليب من اغتيالات وقتل وأدلاء وغيرها، وشكلوا حتى صحوات جزء من عدها. نعم، هي صحوات من مناطق معينة، لكن كانت مدعومة من الحكومة وكانت مدعومة من الاحتلال. بهذه الطريقة واجهوا المقاومة وشوهوا صورتها، أرادوا تشويه صورتها، لكن لا يستطيعون. الآن
يريدون أن ينفوا تاريخ بهذه الطريقة. نعم. أشكرك. إذا مشاهدي الكرام نتوقف مع حديث دكتور رافع عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار تتحدث فيها الذكرى 18 للغزو الأمريكي للعراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث فيها الذكرى 18 للغزو الأمريكي للعراق. في طاولة دكتور رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. دكتور قحطان الخفاجي، الكاتب والخبير الأمريكي فيليب جوردن الذي عمل خبيرا في شؤون المنطقة في إدارة أوباما بين عام 2013 و2015 أصدر كتابا جديدا بعنوان خسارة اللعبة الطويلة الأمد، الوعد الخاطئ بتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط. اقتبس ما قال فيما يتعلق بالعراق. بالنسبة للعراق هكذا يقول، يقول جوردن إن أمريكا أسقطت نظام صدام حسين لكنها لم تنجح في إقصاء الإرهاب عن العراق وجواره، ولا في ضبط نفوذ إيران فيه، ولا في إنشاء نظام ديمقراطي حقيقي ومستقر في العراق. فدور إيران في العراق بعد الغزو الأمريكي توسع، كما تصاعد نفوذ منظمة القاعدة وأخواتها من المنظمات المتطرفة. إذا كان هذا المشروع الذي جاء لهذه القضايا، أسلحة دمار شامل والتصدي للإرهاب كما قال بوش، أن العراق أصبح اليوم جبهة متقدمة لمحاربة الإرهاب، وأيضا بعد ذلك سمعنا عن التأسيس لنظام ديمقراطي يكون واحة للديمقراطية وأسوة لبقية دول المنطقة، لم يستطع أن يحقق هذه الأهداف المعلنة، بل ارتد كارثة على العراقي وعلى أهله. لماذا المضي بهذا المشروع الخاسر تماما؟ بالتأكيد الذي قال الكاتب الأمريكي هو قراءة أمريكية لمآلات الوضع في العراق، أي بمعنى أنهم ظنوا أنهم ساعون باتجاه إيجاد نظم ديمقراطية في المنطقة والعراق، ولكن القراءة الحقيقية العراقية أو المنطقة أبناء المنطقة للهجمة الأمريكية للغزو الأمريكي على العراق وإنهاء هذا النظام الأمني في المنطقة الذي كان العراق فيه عمودا أساسيا، أنا أقرأه وغير أقرأه على أنه إرادة أمريكية لصياغة وضع أمني يكون فيه الحس المذهبي الطائفي هو السائد، والبعد الديني هو المحرك للعلاقات البينية، وبالتالي هنا يكمن ضرورة الوجود اليهودي الذي يبدو وكأنه الدين الأمثل في المنطقة والدالة الأسلم للسن، أي بمعنى أن الوضع الأمني سببه هو حالة الوضع القائم العقائدية في المنطقة الذي هو في الغالبية إسلامي، وبالتالي الخلط ما بين الشكل الخاطئ أو تطبيقات الخاطئة الإسلام والتطبيقات الخاطئة أو التوظيفات الخاطئة هي القومية تخدم الوضع الأمريكي في المنطقة بعد 2003 والاحتلال، بمعنى أنها الخلل الذي حدث بعدم إكمال نموذج ديمقراطي لن يعود إلى إدارة أمريكية خاطئة بقدر ما يقول الكاتب إلى أنه المذهبية والطائفية أو الميليشيات أو داعش التي هي تقرأ على أنها أحدى صور الإسلام الخاطئة أو غير خاطئة، وبالتالي أنا أرى في رأيي أن هذه قراءة أمريكية للخير الذي حصل في المنطقة، أوافقها بالتأكيد، ودل على ذلك أن الآن الوضع المنطقة برمته على فوهة بركان، والذي يقوم في هذه الأعمال اللا أخلاقية واللا قيمية للأسف هو من يمتطئ عباءة الدين،
نعم إلى حد كبير كلامه سليم، ولكن بالتأكيد هنا نقول للمجتمع، على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة بأن يصحح الحالة التي أوجدها في العراق. فالمجتمع الدولي كان معينا إلى أمريكا، وحتى المجتمع المنطقة معين أمريكا عند الاحتلال. وبالتالي أنا أقرأ الأمور نعم هي هكذا الصورة، ولكن إلى حد ما هي إرادة أمريكية لإظهار متغيرات جديدة عقائدية لكي تمضي في السلام الأمريكي الإسرائيلي للمنطقة. نعم. في نفس النقطة دكتور، في قضية المذهبية أو الطائفية، يعني الاحتلال الأمريكي، الغزو الأمريكي في السنين الأولى نجح إلى حد ما في استدعاء الطائفية، تأجيج المشاعر الطائفية وتوظيفها في الصراع بين القوى الوطنية، القوى الشعبية المناهضة للاحتلال، وطبعا كانت الحقيقة واحدة من أمضى الأدوات بيده. لماذا نجح في السنين الأولى قبل هذه الإفاقة الآن التي نشهدها، خاصة بعد ثورة تشرين؟ هناك إفاقة الحقيقة وطنية جامعة في قضية الابتعاد أو دفع الطائفية، لماذا نجح في السنين الأولى؟ يعني هو نجح أم أن هناك ظروف ساعدته على النجاح، أم نحن من أيضا قدمنا له هذا النجاح؟ هو الجواب هكذا، أكثر من متغير ساهم في إعطاء فرصة أوسع لأمريكا أن يمتطي هذه الآلية أو يوظف التقاطعات المذهبية بهذه الآلية. نعم. أولا القوى السياسية التي كانت تخدع الناس باسم الدين وأنها ستأتي لكي تقوم الحالة وفق ما يرد الله سبحانه وتعالى، سواء الأحزاب التي في هذا الخندق أو ذاك الخندق، فكلاهما حضر اجتماعي لندن ونيويورك، الحزب الإسلامي والأحزاب ما يسمى بين قوسين الشيعية حضرت مؤتمري لندن ونيويورك، وبالتالي هم قاموا بهذا الترتيب. واحد. اثنين، الوضع العراقي الذي كان يعيش بالتأكيد من حالة من الجوع والتعب النفسي أثر الحصار الجائر غير منطقي الذي استمر 13 عام. الشيء الآخر أن الأطراف العربية والأطراف المنطقة أيضا كانت تذهب بهذا الاتجاه، والإعلام شغال بهذا الاتجاه، لذلك أبصر العراق إلى حالة من الحالة الصعبة المعيشية وحالة التغيير الذاتي لأسباب إقليمية ودولية غير سهلة. فتوقع الناس، توهم أن الآتي هو جيد. صح هذا الحجم من التأييد لا يشمل كل العراقيين، ودليل على ذلك أن العراقيين بدأوا من أول لحظة بمقاومة المحتل، وقال ذلك الحاكم المدني في كتابه. منذ الساعات الأولى بدأت القذائف تنهال على المنطقة الغبراء. إذن الظروف الإقليمية والدولية دعت إلى هذا الشيء، ولكن حبل الكذب قصير، سواء الكذب الأمريكي الذي ادعى ما ادعى أو الأحزاب المذهبية الطائفية التي امتطت الدين رداء وهي براء من الدين ومن حتى ما يسمى المذهب. ودل على ذلك أن المذاهب بذات عينها الآن تعاني الأمرين. أنا قلت في كربلاء، قلت لهم هذه أمامكم الصحن الحيدري أو الصحن الحسيني، شيء جميل ومرتب، ولكن بعد شبرا أو ثلاثة في داخل كربلاء الوضع مأساوي للمواطنين. إذن هذه الكذبة انكشفت، وبالتالي والوعي العراقي هو وعي أصيل، لذلك الحمد لله وشكر ربي كشفت الكذبة ووعي الشعب والطريق سالك باتجاه النهوض بإذن الله. نعم، أشكرك. دكتور ثامر علواني أيضا في بيان هيئة علماء المسلمين بمناسبة الذكرى 18، قال البيان أن مقاصد الغزو الأمريكي لبريطانيا العراق قد افتضحت في محاولة محو العراقي ونهب ثرواته ونشر الفوضى العارمة في المنطقة. تعتقد إلى أي حد نجح هذا الغزو الأمريكي في محو جزء من هذا العراق؟ هل نجح؟ ما نسبة نجاحه؟ العراق مشكلة بالصوت عن طريق تفضل دكتور، تفضل. الآن جيد. قلت أنه أخطر ما قامت به أمريكا بأن جعلت العراق من أخطر دول العالم، ونجحت أمريكا في بعض فتراتها في أن تجعل العراق من في تدمير العراق، إن صح أن نقول هذا التعبير، عن طريق العملية السياسية وعن طريق الميليشيات التي زرعتها في العراق. أعطت الاحتلال الأمريكي، جعل العراق من أخطر دول العالم.
عن طريق الاتيان بعملائه والموالين له بأن سلمهم السلطة وأعطاهم ثروات العراق يتصرفون بها كيفما شاءوا، لأنهم جاءوا بالمجرم والظالم، جاءوا جعلوه قاضيا، جعلوه مجلدا. دكتور الآن على الأقل ظاهريا وكأن هذا السامر قد انفض بين الأمريكيين وبين الأحزاب الطائفية والميليشيات، هناك صواريخ متبادلة، هناك عبوات، هناك قصف، هناك اغتيالات لقارة الميليشيات، المهندس وغيره، أيضا الأمور ليست كما كانت في عام 2003 وما قبلها وما بعدها. حقيقة لو أتينا إلى التاريخ من أوله عندما جاء الاحتلال ثبت هذه الميليشيات، أعطى هذه الميليشيات القوة الضاربة لأنها كانت تخدم مصالح أمريكا في أول نشأتها، أول اتيانها بالعراق، وكانت أن جعلت العراق إلى هذه اللحظة تحت سطوة النفوذ الأمريكي المذل. وبمرور الزمن بعد أن تراجع الدور الأمريكي في العراق انتقلت هذه الميليشيات بكليتها، وهذه حتى الحكومات بكليتها، إلى أن أصبحت أداة بيد المشروع الإيراني. هناك صراع، وإن كان على صراع النفوذ في العراق، ما بين أمريكا وإيران. هذا الصراع هو الذي تسبب بأن جعل هذه الميليشيات تقوم بأعمال حقيقة، إذا قسنا هذه الأعمال وهذه الهجمات بالهجمات الحقيقية للمقاومة العراقية في أيام الاحتلال، هي لا تأتي 1% من العمليات التي كانت تقوم بها المقاومة العراقية. ما تقوم به الميليشيات الحالية هي عبارة عن رسائل فقط توجهها إيران لأمريكا عن طريق الميليشيات والأحزاب الموجودة في العراق. فلا يمكن أن نقيس هذه المقاومة على مقاومة الاحتلال، المقاومة الحقيقية التي عانى منها الاحتلال الأمريكي، التي كانت تصل إلى 100 عملية يوميا تقريبا بحسب التصريحات الأمريكية. فلا يمكن أن نسمي هذه مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي. والدليل أن من يقوم بخدمة الأمريكان هي الحكومة. الحكومة مؤلفة من أحزاب، الأحزاب هذه هي نفسها التي لديها أذرع ميليشياوية. إذن هي لا تتجاوز أن تكون رسائل أمريكية إيرانية إلى الجانب الأمريكي على أرض العراق. إذن هذا يصل بنا إلى أن هذه الميليشيات لا تريد حقيقة أن تحرر العراق، وإنما هي أو تواجه الاحتلال الأمريكي، وإنما هي تريد أن تكسب مصالح إيرانية من الجانب الأمريكي على أرض العراق، وباستخدام الشعب العراقي وثروات العراق لخدمة إيران. وهذا الشعب العراقي الآن أصبح تماما يعرفه، ولا يخفى عليه ولا تنطلي عليه الأكاذيب التي يقومون بها والتي يصرحون بها ليلا ونهارا. نعم دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة الاحتلال كانت في السنين الأولى لديه أدوات الحقيقة قوة أخرى مساعدة له، بالإضافة إلى قوته العسكرية الجبارة، مثل قضية الطائفية كانت واحدة من أبرز سيوفه، التخويف من الماضي، التخويف من الإرهاب وغيره من أدوات القوة. تعتقد الآن كل أدوات القوة هذه قد تلاشت وتقزمت ولم يعد لها وجود الآن؟ الاحتلال ليس عنده إلا قوته العسكرية وأيضا قوة الميليشيات العسكرية فقط. الآن أستاذ ماجد بعد 18 سنة نتحدث، الأقنعة كلها سقطت الحقيقة. الآن الاحتلال احتلال بشكل واضح، هذه الحكومات عميلة بشكل واضح، الشعب كله يعرف. و18 سنة الشعب العراقي بكل طوائفه بكل فئاته بكل مكوناته عانى ما عانى، وهو دفع الثمن، دفع من دماء أبنائه. الآن لحد الآن لدينا أكثر من 1.5 مليون قتيل، الشعب العراقي قدم 1.5 مليون قتيل، شهداء وغير شهداء كثير، أعداد كبيرة، قدم خيرة كفاءات المهجرين المهاجرين الفقراء الجياع العاطلين عن العمل، كل هذا جزء من مخرجات هذه العملية البائسة التي حصلت في العراق، الكارثة التي حصلت في العراق. فبالتالي الآن كل هذه القوى حزبية وميليشياوية فقدت ما كانت تدعيه أو ما تدعيه من شرعية، شرعية وجود وشرعية مقاومة وشرعية ما يكذبون بكل شيء.
شرعية تغيير الواقع وديمقراطية والحرية والعراق الجديد، كلها سقطت مرة واحدة. الآن الشعب، الآن لذلك نشاهد بعد ثورة تشرين العراق انقسم إلى خندقين، خندق السلطة وأحزابها وميليشياتها وخندق الشعب. الآن المواجهة بين الشعب وهذه السلطة، لذلك يحاولون الآن بشتى الطرق الذهاب، يدفعون الشعب للذهاب إلى هذه الانتخابات البائسة التي يسموها انتخابات يعني مبكرة، لكي يزوروا الأشياء، لكي يعطوا نفسهم شرعية، وهذه الشرعية غير موجودة الحقيقة. الحقيقة عوامل كثيرة يعني ساهمت في ظهور هذه القوى البشعة، هذه القوى الشاذة على الساحة واستمرارها طوال هذا الوقت. أولا القوى الخارجية، هذه أمريكا وإيران الإقليمية التي وساهمت حتى، ولنكن يعني بشكل واضح جدا، يعني كل الأنظمة العربية ساهمت في هذا الموضوع، ساهمت في أن تترك العراق فريسة لهذا الحال. الكل كان يعني، الآن أسألك وأسأل كل الناس، يعني هل ورد في الخطاب السياسي العربي الرسمي أي إشارة للمقاومة العراقية طوال 18 سنة مضت؟ لم ترد إشارة واحدة تحدى أي أحد يقول أن الخطاب الرسمي العربي في أي مكان تبنى القول أن هناك مقاومة في العراق. هذا لماذا؟ لأن أمريكا لا تريد، الهراوة الأمريكية لا تريد، إذا قالوا مقاومة فمعنى ذلك فصلت القضية، الآن شرعية وغير شرعية، احتلال غير شرعي ومقاومة شرعية، فأنت تقر بأن المقاومة شرعية وبالتالي الشعب العراق عليه أن يقاوم. لذلك كل الخطاب الرسمي العربي المحيط والعراق ينتمي إليه لم يذكر المقاومة مرة واحدة، لم يذكر أنه العراق يعاني لحد الآن، لحد الآن هذه المعاناة، وهم يفتحون سفاراتهم ويهرولونه ويؤيدون هذا النظام بطريقة غريبة عجيبة. يعني دعنا، نعم هناك مصالح، هناك مشاريع، نعم. هناك أموال، هذه قضية أخرى، نعم. لكن الأساس في هذا أنه تشعب شعب واحد وانتماء واحد وقومية واحدة، والعراق يسلخ منكم، وإذا ما سقط العراق بهذه الطريقة ستسقط كل يعني مثل يعني لعبة الدومينو، كل ستسقط، وهذا ما شهدناه الحقيقة. يعني ما بعد العراق جاء سوريا وجاء لبنان وجاء اليمن وجاء كل هذه الأحداث، وإيران تغولت، هذا كل جزء من هذا الخطأ الكبير الاستراتيجي الكبير. البعض كان مدفوع بتوترات، بأحقاد، ما أعرف ماذا، لم ينظر إلى أبعد من أنفه. الرؤية الاستراتيجية في نفس النقطة دكتور، اسمعنا في نفس النقطة حتى نسأل دكتور قحطان الخفاجي، نقطة أنه الدروس المستخلصة من هذه الكارثة التي تعرض لها العراق بالغزو وهذا الثمن الباهظ في الأرواح وغير الأرواح الذي سدده العراق، هل ثمت دروس مستخلصة تنفع العراق وشعبه في المستقبل وتنفع أيضا الآخرين؟ دكتور قحطان حياك الله. أهم درس هو أن لا يثق العراقي أو يقتنع العراقي إن صح التعبير بأن التغيير وصرح العراق يكمن في إرادة الشعب العراقي. نعم. عندما حصل من التغيير حسب ما يقولونه، تغيير يوصفوه في 2003 بإرادة دولية، طبعا بالتأكيد إرادة باطلة ولكن إرادة دولية، حصل أن العراق أضحى أسوأ بلد في العالم. إذا قدرات العالم أجمع لم تمضي للعراق إلى حيث خلاص العراق أو إلى أن تجعله بلد طبيعي حال حال بقية الدول. واحد، اثنين، أن الاعتماد على القوى السياسية القائمة حاليا هو اعتماد على أعداء العراق الداخليين، وبالتالي إذن العراق أن يقتنع بحقيقة هو أن إرادته هي الأقوى، والابتعاد عن الأحزاب هذه التي جاءت بأسوأ حالة هو أيضا طريق سليم، والاعتماد الكلي على المجتمع الدولي للتغيير أيضا خطأ. ولكن الآن على العراق أن يرتب، على ذلك ندعو نحن أهالينا الأبطال في ثوار تشرين وسواه أن يكونوا ويبلوروا آلية معينة تفرض وجودها في الساحة العراقية والساحة الدولية، حتى يكون التعامل الدولي مع هذه المجموعة تفرض ذاتها بوجودها وتستقدم الجهد الدولي استنادا إلى حقيقة أن على المجتمع الدولي مسؤولية، وليس إلا التغيير قائم إلا على الإرادة الدولية. إذن قناعة العراق بأن الإرادة الخارجية لحالها لا تخدم العراق،
وقناعة العراق بأن الأحزاب المذهبية الطائفية هي أحزاب سيئة، هي أفضل الدروس المستنبطة من ما حصل في غزو ولحد الآن. أشكرك دكتور ثامر علواني. أيضا في بيان هيئة علماء المسلمين دعوة للشعب العراقي للتمسك، ما سماها البيان، بالثوابت الشرعية والوطنية. هل تعتقد أن الثوابت الوطنية في العراق بعد هذه الحقبة 18 سنة من عملية الاستهداف والتشويه والتهشيم والشيطنة ما زالت في حالة من التعافي، قادرة على مواجهة الاحتلال ومخرجاته ومفاعيله؟ بالتأكيد. لو كنا نتكلم قبل 10 سنوات من الآن كان هذا الكلام ربما يكون يعني غير واقعي 100%، ربما نسبة قليلة. لكن الآن وفي السنين الأخيرة خصوصا ما بعد ثورة تشرين اتضحت الأمور تماما للشعب العراقي، والآن الشعب العراقي اتضح أمامه ما هي حقيقة الأحزاب التي جاء بها الاحتلال، سواء كانت سنية شيعية غير ذلك، كلها ثبت عند الشعب العراقي أنها لم تأتي إلا خدمة لإيران أو أمريكا، أو أنها أتت في أحسن حالاتها لأنها تريد أن تخدم مصالحها الشخصية. ثبت أيضا بالدليل القاطع لدى الشعب العراقي خصوصا بعد ثورة تشرين أن جميع الميليشيات التي كانت تنادي بالمذهبية والطائفية ثبت أنها كاذبة، وليست هي حقيقة وجودها ليس إلا لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة، لأن هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وجهت بكل بشاعة فوهات البنادق وإجرامها إلى أبناء المذهب الشيعي نفسه، إلى أبناء المحافظات الجنوبية. فعندما نقول أن هذه النسبة، نسبة الاستجابة ونسبة المبادئ بأن الوحدة الوطنية وأن الوحدة وحدة الشعب العراقي والتمسك بالثوابت الشرعية والوطنية هي المخلص الوحيد للشعب العراقي من الإرث الثقيل الذي تركه الاحتلال والعملية السياسية المستمرة، والحقيقة أيضا وصل العراق إلى حقيقة مفادها أنه لا يمكن للعراق أن يخلص مما هو فيه إلا من خلال إنهاء العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال والتي يغذيها الاحتلال الأمريكي والإيراني بكل قوة وبشاعة. أشكرك الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأشكر الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كما نشكر الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. كانوا معنا عبر سكايب في حلقة الليلة من طاولة حوار ناقشت الغزو الأمريكي في ذكراه 18، تداعيات هذا الغزو على العراق. شكرا لهم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.